كل التحيه ليك يا محمد، كل التحيه لاحمد اسامه. مش ينفع يعني ان ارحب بيكم في بيتكم، واهلا من جديد بيكم في قناه النادي الاهلي. وزي ما انت قلت، لا صوت يعلو فوق صوت الملعب ولا صوت يعلو فوق صوت القمه 120، قمه ما بين الاهلي والزمالك. نقدر نقول التركيز هي عنوان القمة، سواء معسكر الأهلي أو معسكر الزمالك. كنا متواجدين بالقرب من معسكر نادي الزمالك اللي بنقدر نقول متواجد في أحد الفنادق المحيطة والقريبة من استاد القاهرة، اللي هيتحرك لأرض الملعب في تمام الساعة 7:15 قبل اللقاء والتحرك إلى استاد القاهرة. نادي الزمالك فرض حالة من السرية والتركيز على تشكيل وقائمة الفريق، بيستعين كارتيرون بثلاث لاعبين من لاعبي فريق 2001، حسام عبد المجيد وحسام أشرف وأسامة فيصل. يعني قدرنا إن احنا نتوصل للتشكيل المتوقع لنادي الزمالك. هيكون في حراسة المرمى محمود جنش، على اليمين محمد عبد الغني، على الشمال محمد عبد الشافي، اثنين مساكين مع محمود الونش ومحمود علاء، في منتصف الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي، قدامهم يوسف أوباما، على يمينه أحمد سيد زيزو، على شماله أشرف بن شرقي، ورأس حربة هو مصطفى محمد. خليني أكلمك عن التحفة المعمارية اللي احنا موجودين فيها استاد القاهرة، والجاهزية والاستقبال الموجود في استاد القاهرة، زي ما اتكلم زميلي شريف وأشاد بالاستقبال الموجود هنا في استاد القاهرة والحالة اللي عليها أرض الملعب. إن شاء الله الفرصة مهيئة لكلا الفريقين إن احنا نشوف مباراة جميلة جدا ما بين الفريقين، إن شاء الله تكلل بالانتصار والفوز للنادي الأهلي. وبمناسبة الأرقام يا أحمد والإحصائيات يا فارس، إن أنتوا اتكلمتوا عن الإحصائيات والأرقام، عندنا قمتين احنا النهارده بنتكلم في القمة 120. عندنا القمة رقم 20 اللي كانت أقيمت يوم 20 فبراير عام 1959، وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين للكابتن الضزوي رحمة الله عليه والكابتن محمود الجواري أيضا رحمة الله عليه. ثم القمة رقم 100 اللي أقيمت يوم 17 سبتمبر، وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدف لي محمد ابو تريكا. ان شاء الله القمه 120 تكون اهلاويه باقدام او راس اي احد اللاعبين من النادي الاهلي، وان شاء الله تكلل بالفوز للنادي الاهلي. ان شاء الله يا فاروق، وان شاء الله يستمر وشك الحلو على النادي الاهلي، وباذن الله جماهير النادي الاهلي كلها تسعد بالفوز النهارده ان شاء الله. شكرا يا فاروق، وشكرا ان انت طمنتنا ان فندق نادي الزمالك قريب من الاستاد. التشكيل اللي قاله فاروق ده اللي بيتسرب ولا تشكيل؟ انا متوقع ان لازم جنش هيلعب المباراه لاسباب غير فنيه.